مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم في برنامجكم في الصميم. وعلى المباشر سنتناول صميم الحدث السياسي، أي الإعلان عن موعد الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر القادم. وسنسلط الضوء على التأطير القانوني لمراحل الاستفتاء الشعبي والإجراءات التحضيرية والعملية التي ترافقها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويحضر معنا للنقاش في الموضوع الأستاذ علاوة العايب، أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر. واحد مرحبا بك. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. شكرا. ومعنا أيضا الأستاذ أحمد تخينيسة، أستاذ القانون العام، مرحبا بك. شكرا سيدتي على الاستضافة، وتحيتي لمشاهدي القناة الجزائر. مرحبا بك. ومن بشار يحضر معنا أيضا عبر سكايب، يلتحق بنا الدكتور مجدوب غوراري، أستاذ في القانون الدستوري أيضا، مرحبا بك. ومعنا أيضا عبر الهاتف أستاذ محمد طاهر غزيز، أستاذ القانون الدستوري من جامعة ورقلا، مرحبا بك أيضا. إذن في البداية البروفيسور علاوة العايب، سنبدأ من رمزية تاريخية غالية جدا على الشعب الجزائري، اختيار الفاتح من نوفمبر الذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة كموعد لاستفتاء الشعب حول تعديل الدستور، اختيار نعود من خلاله إلى جملة جوهرية ذكرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قال فيها أن الجزائر الجديدة بحاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر ويجمع الشمل ويزرع الأمل أيضا في المستقبل. فعلا فعلا، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا التاريخ له دلالة ومرجعية ورمزية كبيرة جدا في الذاكرة الجزائرية، فهو يوم خالد يبقى في تاريخ الجزائر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واختيار هذا اليوم والمصادف اليوم أحد، لأن عادة الاستفتاءات تجرى إما بكري في السبعينات يوم السبت، والآن يعني يوم الخميس، وبالتالي هذا يصادف يوم أحد. وكذلك أنه في هذا اليوم كذلك سيتم التدشين الرسمي لجامع الجزائر الأعظم، هذه كذلك نقطة أخرى روحية ورمزية كذلك ذات دلالة. الآن هذا الشيء مهم، إن شاء الله نتمنى أن تكون الوثيقة الدستورية تعكس، أن تكون الوثيقة الدستورية تعكس بيان أول نوفمبر، ما جاء في بيان أول نوفمبر من أجل تحرير البلاد والعباد واسترجاع السيادة الوطنية، فهذا الدستور كذلك إن شاء الله يقودنا إلى جمهورية الجزائرية الجديدة، يقودنا إلى أفكار جديدة، يقودنا إلى تضحيات جديدة، يقودنا إلى أفكار جديدة، يقودنا إلى الكثير من المسائل. هذا ما نأمله، وإن شاء الله هذا في هذا اليوم العظيم سيكون إقبال كبير، في ننتظر في أن يكون إقبالا كبيرا حتى نصل أو تصل الجزائر إلى أكبر إجماع توافقي حول هذه الوثيقة، لأنها تتميز وتختلف على التعديلات والدساتير السابقة في الكثير من المسائل. يعني يمكن أننا اختصارا نلمح إلى بعضها، نقول بأن أنها كانت نتيجة لمشاورات واسعة، ورئيس الجمهورية نفسه أثناء الحملة الانتخابية قال بأنها ستكون مراجعة عميقة قائمة على مشاورات واسعة وعميقة بين جميع أطياف المجتمع الجزائري، وهذا كان فعلا عندما أنشئت اللجنة التقنية لإعداد المشروع فقامت بهذا العمل، ثم بعد ذلك عرضه على جميع الفاعلين السياسيين والأكاديميين والمجتمع المدني، عرضت المسودة، وتعرضت هذه المسودة إلى إثراءات بلغت إلى 2500 مقترح. سوف نعود إلى ذلك. إن دل هذا برك في كلمة على شيء، فإنما يدل على تفاعل الشعب الجزائري مع هذا الدستور الجديد، إن شاء الله يكون بداية عهد الجزائر الجديدة إن شاء الله. نفس السؤال أستاذ أحمد خينيسة، يعني هذه الرمزية المهمة التي تجمع بين تاريخ عزيز علينا وكذلك تاريخ يمكن أن يبني جزائر جديدة تعتمد على مبدأ دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والمساواة. نعم، هو استفتاء في أول نوفمبر. أول نوفمبر كما قال زميلي دلالة عظيمة، أول نوفمبر تاريخ ومرجعية، زميلي قال مرجعية، بين نوفمبر بين أسس التوافق الوطني الموجود هو وثيقة نوفمبر، الجميع جميع التيارات السياسية تجمع على هذا
المرجعية. وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية لما قال أنه مستمد يعني من روحه من بيان. لماذا؟ لأن المواثيق الأخرى جاءت إما تجسيد يعني تدرجي، ولكن الوثيقة الأساسية في تاريخ الجزائر واللي في الحقيقة أعطت مناعة قوية للشعب الجزائري والدولة الجزائرية بالنظر للعولمة السائدة في القوانين والأنظمة، وكثير من الأنظمة ضاعت في قضية المرجعية في الجزائر، بنت مرجعيتها بالدم والتضحية وليست مرجعية مجرد مرجعية إيديولوجية، مرجعية قائمة على خلاصة نضال الحركة الوطنية ثم الدفع الجديد. الشيء الأول في نوفمبر كذلك الرمزية هي الصلة، الربط بنوفمبر أنه لا توجد قطيعة وأنه مستقبلنا في استند إلى ماضي، إن شعب لنا تاريخ ولسنا مقطوعي الجذور. وهذه ضد فكرة كثير من بعض اللي يقول القطيعة، القطيعة في الممارسات وليس في التاريخ. في التاريخ وفي المبادئ وكاين، وبالتالي هذا يعطينا الاستمرارية، هناك استمرارية سواء في الدستور أو، وبالتالي هذا الخلق الوطني، هذا المرجعية الوطنية، هذا التي تراكمت لعشرات السنين، يعني موروث الحركة الوطنية ثم موروث نوفمبر الذي تبلور. ثم ثاني نقطة أخرى يعني الصلة بالماضي وما تكونش قطيعة، والشيء الثاني أنه استفتاء، لأنه التعديلات الأخيرة كانت كلها عن طريق البرلمان، وهذا بمعنى يعطيه مشكل أساسي، مسألة هي الشرعية، هذا الدستور سيكون له شرعية قوية شعبية، شعبية طبعا قوية أقوى، سيكون قانون استفتائي فوق جميع القوانين وجميع الرقابات، ولا يخضع لا لرقابة مجلس الدستور ولا إنه يؤسس. بالتالي بعد تقوية الدولة الجزائرية بشرعية رئاسية قوية، الآن بشرعية أكثر تتعلق بالاستيفاء الذي يبني الدستور الذي هو إطار. لماذا ولما نعودوا التوافق لماذا نقول استفتاء؟ لأنه هذا يرد كذلك هو أكثر من بعض ما يدعوه البعض. فكرة لي كونستيتيونت المجلس التأسيسي، المجلس التأسيسي هذا أكثر من تأسيس، لأن المؤسس الأول هو الشعب، بالتالي هذا أكثر قوة. ففي المسار كان مسار التوافق بالضرورة بحكم الرئيس كانت له شجاعة وطرح، وكانت يعني مناقشة ضخمة و بعض الأحيان متوترة، ولكن هذا يظهر كما قال زميلي الاهتمام. بالتالي بالضرورة هذا الدستور سيكون بالتوافق بالضرورة، لأنه لماذا؟ لأن الدساتير الحديثة ليست دساتير سلطة، هي دساتير مجتمع. بالتالي هذه الدلالتين التاريخ وفكرة الاستفتاء أنه يعطي شرعية أقوى، ويستبعدوا هذه فكرة الانتقالية، المراحل الانتقالية والكونستيتيونت اللي هي نوع سمة المجتمعات المتأزمة. نحن لسنا غير مجتمع متأزم، نحن مجتمع منسجم وله تاريخ وله حصانة التي هي نوفمبر وله مكاسب. نعم حصانة مكسب التاريخ. نتوجه إلى الدكتور مجدوب قراري من بشار الذي يحضر معنا عبر سكايب. مساء الخير دكتور مجدوب قراري. نعم إذن نمر إلى الأستاذ محمد طاهر غزيز، أستاذ القانون الدستوري في جامعة ورقلة، وهو معنا عبر الهاتف. هل الدكتور أو الأستاذ محمد طاهر غزيز معنا؟ إذن الأستاذ علاوة العايب، ربما سنرجع بعد قليل إلى الأساتذة. إذن لما نقول دستور توافقي يجب أن نعرج على الالتفاف الكبير والأهمية البالغة التي عبر عنها الفاعلين السياسيين والاجتماعيين عبر اقتراحاتهم التي وصلت إلى 2500 مقترح. نعم هذا شيء مهم جدا، خاصة أنها سابقة في تاريخ تعديل الدستور بإشراك كل هذه الفاعلين السياسيين من أحزاب سياسية، نقابات، مجتمعات أو منظمات المجتمع المدني، وكذلك شخصيات الوطنية. ماذا يمثل ذلك؟ الشيء الجديد هذه المرة كما صرح رئيس الجمهورية نفسه والتزم بأن كل اقتراحات مآل هذه الاقتراحات يجب أن يتوضح
مآلها؟ أين ذهبت؟ هل أخذ بها؟ لم يؤخذ بها؟ إذا أخذ بها لماذا؟ وإذا لم يؤخذ بها لماذا؟ وبالتالي هذا فارق مفصلي عن المقترحات التي قدمت من قبل، يعني في ظل دساتير التعديلات السابقة، لأن قدمت اقتراحات ولكن مآلها غير معروف. بالتالي هذه المرة يمكن أننا نقول في اللي عرض الأسباب أو لترافو بريباراتور الأعمال التحضيرية للجنة، أكيد أنها لما وصلت هذه المقترحات يعني حسب رأيي أنها تصنفها. حتى أن رئيس الجمهورية صرح بأنه رح يكون فيه يعني كل مادة ربما حتى يكون بالتفصيل، يعني كل من يقترح تعديل فيما يخص مادة معينة يكون يعني الاسم تاعه موجود. كيف أو اسم المنظمة هو صرح يعني بأن كيف يكون التبويب والتصنيف، أن كل مقترحات ليجي يتم تصنيفها، مثلا الخاصة بالسلطة التنفيذية لوحدها، القضائية لوحدها، تؤخذ بالأغلبية، وبعد ذلك اللجنة تشوف ما هي المواد محل إجماع التي وقع عليها إجماع فتتبناها. هذه خلاص، إذن هذه محل توافق الجميع. هذا شيء جديد في الجزائر، لم نعرف هذه الممارسة الشفافة من قبل. نتمنى أن هذه المسائل تخرج وتبرز حتى يقتنع كل جزائري، يقتنع كل جزائري بأن ما قدمه من مقترحات مفيدة، سواء أخذت بعين الاعتبار أو ما تأخذ بعين الاعتبار. لأن من قبل كانت ظلام، تضع ممكن أنها يقول لك ما في سلة المهملات لا تراعى، الدستور موجود من قبل، يضحكون علينا، وهي القطيعة مع الممارسات السابقة. نعم، الشفافية في التوجه نحو مسار خيار تعديل الدستور بإشراك كل الفاعلين. ومن هنا يأتي التوافق الكبير، من هنا يأتي التوافق الكبير عندما يشارك الجميع في هذا القانون الأساسي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لأن على ضوء هذا القانون الأساسي، هذا الدستور، تأتي القوانين الأخرى. وحسنا فعل الرئيس عندما صرح بأنه أولا يقوم بمراجعة عميقة للدستور أول شيء، بعد ما ننتهي من هذا أنا نرتقب الأمور الأولويات الأخرى تأتي، كما قانون الانتخابات كذلك، لأن هذا مهم. قانون الانتخابات قبل إجراء انتخابات تعيين تعديل قانون الانتخابات الحالي أولا، ولكن هذا على ضوء لكي يتوائم ويتوافق ويتكيف مع دستور 2020. فهذه المنظومة، لأن كان في منظومة قانونية كبيرة لدرت في 2011-2012، لازمها زدرت قبل دستور 2016، وهذا خطأ كبير. وبالتالي احنا ننتظر قانون الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية، قانون الجمعيات، قانون الإعلام، قانون البلدية، قانون الولاية، هذه كلها منظومة تشريعية وقانونية داخلة في ورشة الإصلاح السياسي. نعم، إصلاح. هذا الجمهورية الجديدة. هذه الجمهورية الجديدة. إذن لست أعرف إن معنا الأستاذ محمد طاهر غزيز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ورقلة عبر الهاتف. مساء الخير سيدي. السلام عليكم. مساء الخير. إذن مرحبا بك. لما نقول دستور توافقي كما ذكرت، يعني لاحظنا أو نعرج على الالتفاف الكبير لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في سابقة، هي فتحة أرضية للنقاش والحوار حول وثيقة تعديل الدستور أو مسودة وثيقة تعديل الدستور، حتى أنه نتج عنها حوالي 2500 تعديل. ماذا يمثل ذلك في خطوة تعد سابقة في تاريخ تعديل الدستور؟ نعم، شكرا على الاستضافة والتحية إلى الأساتذة الحاضرين ولجميع المشاهدين. إذا نحن الآن أمام مرحلة حقيقة تاريخية هامة، بالتحديد أولا تاريخ أو أولا بإجراء الاستفتاء تحديدا، وبهذه بهذه المسودة التي حظيت بمناقشة عامة وموسعة، يعني نستطيع أن نقول أنه لأول مرة منذ الاستقلال تحظى وثيقة دستورية بهذا الإطراء والنقاش، والتي شهدت حقيقة يعني نوع من الجدال خاصة بين مختلف النخب السياسية والمثقفين والمختصين وحتى المجتمع المدني وحتى المواطنين، الكل تفاعل مع هذه الوثيقة. لذلك نتوقع إن شاء الله أن يكون الإخراج النهائي للوثيقة النهائية، لأنه الآن تكون لجنة قد انتهت من إعداد الوثيقة النهائية التي تعرض على البرلمان للمناقشة العامة قبل عرض الاستفتاء مباشرة. إذا فنحن نعيش مرحلة تاريخية هامة، وستبقى لها أكيد تأثيرات على مستقبل الحياة السياسية بصفة
عامة، خاصة فيما يتعلق بموضوع السدة الحجازية الذي كما قلت يعني شهدت جدال كبير ونقاش عميق بين مختلف المتحيزين. رغم أن اللجنة التي عدت المسودة قررت أو قدمت تغييرات الكثير من المسائل، لكن أعتقد أن الرد المتدخل أو كان يعني نعم سوف نعود إذن الأستاذ محمد طاهر غزيز نظرا ل يعني نوعية الصوت. إذن سؤال آخر، طبعا سوف نتحدث عن جاهزية السلطة الوطنية لمراقبة أو الوطنية المستقلة للانتخابات الإشراف على هذا الاستفتاء الشعبي. حسب التقرير الذي قدمه السيد محمد الشرفي رئيس السلطة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فما هي يعني مهام هذه السلطة في هذا الإطار عبر مرافقة هذا الاستفتاء الشعبي في كل مراحله، خاصة أنه أنها استحدثت يعني وربما يمكن حتى أنه سيتم دسترتها في دستور 2020؟ نعم، هو هناك مشروع لتسترتها في المحاور السبعة التي قدمها رئيس الجمهورية، فيها دسترت السلطة بدعم مركزها تصبح في مركز دستوري قوي. محور السابع. نعم محور السابع، وبالتالي وهي يعني في الحقيقة نوع من الإبداع الكبير اللي تم في الفترة السابقة، وإن كان لم يكن له أساس دستوري، والآن يتم دستور بتقويتها مركزها الدستوري، وبهذا يجعلها بإمكانيات أكثر، والحقيقة باستقلالية أيضا أكثر. استقلالية، قامت باستقلالية طبعا بحكم المكون العضوي، يعني اللي هي من الكفاءات من الأساتذة، من بالتالي نوعا ما ما فيش تحزب أو حزب. نعم، أعطت مصداقية، أعطت مصداقية، ثم تحملت عبئا ضخما بالفعل، لأنها قامت حتى من الناحية الإدارية والتقنية بعمل ضخم جدا، وفي الحقيقة هو عمل إداري ضخم وليس في وقت قصير يعني. في وقت قصير، لما الإنسان اللي يعرف العملية الانتخاب أو العمليات الانتخابية تتطلب يعني إمكانيات مالية ومادية وبشرية ضخمة كانت تقوم بها وزارة الداخلية أساسا بعض الأحيان أعلام، بالتالي خدت يعني وكانت تجربة يمكن القول أنها التجربة ناجحة جدا، فيها بعض النقائص اللي هي نقائص تقنية وإدارية، لأنه بعضها يعني لأسباب نتاع حتى التطوع والبعض اللي كانوا مثلا مهندسي إعلام آلي قاموا بتطوع، كان مطلوب في الحقيقة من فكرة يعني الاستقلالية كانت مطلوبة، ولكن لازم نفهم أنه لما سلطة تستند إلى مكونة يعني إمكانيات الدولة فهي مستقلة، ما تكونش الاستقلالية كذلك على مراكز الضغط، وعلى في الاستقلالية كذلك تضمنها الدولة في بعض الأحيان. ننسي في الدولة بالمعنى السلطة، نحكو الدولة كشخص في الحقيقة للجميع يمثل الصالح العام، بالتالي الآن حسب تجربتها في الرئاسيات ستكون لها قامت بتجربة تقريبا ناجحة يعني من الناحية الإدارية، انطلاقا من استدعاء الهيئة الناخبة إلى آخر إعلان النتائج اللي سيكون طبعا الرزنامة لم تضبط، ستضبط لا شك تقنيا، ولكن المفروض أن العملية راح تكون ربما أبسط بالنسبة أبسط صراحة يعني عن تجربة، لأني أنا جزائري وعشت الانتخابات ونعرفها، كاين بعض الأشياء لازم ضبطوها. يعني نعطي مثال، بعض الأحيان أنا رحت البلدية لقيت عشرة الناس ينتظروا للتصويت ما لقوش اسمائها، قال كنا في السابق موجودة ممكن يسمعوني أصبح حافظ السلطة، لأنه بعض زملائنا يعني قاموا بعمل ضخم إلى أدى لبعض الأحيان صعوبات، لأنه كان تسجيل مزدوج، قال أنا مسجل مرتين، تم مثلا شطبي في مكان دون مكان ولم أعلم به، وبالتالي المطلوب عمل لا تشك أنه سيتم نوع من التحسين النوعي في الأدوات، ونظن المطلوب أنها تعطى إمكانيات أكثر، إمكانيات أكثر اللي كانت تملكها الإدارات، والحقيقة المصداقية في المكون موجودة، حتى الكفاءات موجودة داخلها، كفاءات ضخمة في الحقيقة يعني، واستندوا وعملوا من نوع ما في بعض الحين نوع من التطوع. المطلوب ليس تطوع، حتى سلطة الدولة لازم تطلبوا الاستقلالية، ليس عن دولة، الاستقلالية عن تحزب، عن الفساد، عن المنفذ، هذا هو الاستقلالية. يعني تخينيسا
دسترت هذه السلطة يمكن أن يؤدي إلى ذلك، استقلالية فعلية وإمكانيات أيضا فعلية يعني. نعم نعم, نعم. طبعا لأن نتيجة هذا المركز يعطي للسلطة كمكون عضوي نعم. استقلالية أولا المكانة واستقلالية، وبالتالي تصبح يعني تقريبا نقول السلطة عمومية، لأن السلطات العمومية هما ثلاثة، وكنت تصبح سلطة مستقلة محايدة، وخاصة المستقية من أجهزة الرقابة يعني، وهي مبوبة في الفصل الرابع لأجهزة الرقابة في مقترح تعديل الدستور، يعني مكانتها مهمة جدا، وأصبحت أكثر نعم. إيه طبعا أصبحت أكثر من الرقابة لأنها تنظم نعم. أصبحت مهمتها أكثر من الرقابة، هي تنظم نعم. تنظم، بالتالي أعطيت مهام ضخمة، وتجربتها يعني تقييم ممكن مش تقييم علمي 100% ولكن انطباعي تقريبا كانت ناجحة، لأنه لم يسجل يعني أشياء اللي تخل بالمصداقية نعم. قد أشياء تقنية لما أعطيتك التسجيلات مزدوجة الشطب بعض أشياء شيء طبيعي لأنهم استعملوا إمكانيات نعم. متطورة تقنيا، ولكن كان الوقت كذلك قصير، والآن عندهم الوقت وعندهم نعم. إمكانيات، وخاصة لديهم لديهم الكفاءات نعم. هناك المكون نعم. الموجود اللي نعرفهم كثيرا كفاءات ضخمة نعم. ولهم المصداقية، خاصة المصداقية الاجتماعية. إذن نتجه إلى بشار عبر سكايب، يحضر معنا إذن دكتور مجد بقراري عبر الهاتف. نعم يحضر معنا إذن دكتور مجد بقراري عبر الهاتف من بشار. مساء الخير. مساء الخير سيدتي الكريمة. مساء الخير دكتور مجد بقراري من بشار. مساء الخير، شكرا على هذه الدعوة الكريمة. لا يمكننا سماع الصوت، إذن نواصل النقاش. الآن سوف نتناول الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور الذي تقرر تنظيمه يوم الفاتح نوفمبر. إذن يقال لي بأنه الصوت يعني تحسن. إذن نعود إلى بشار ويلتحق. مرحبا بك دكتور مجد بقراري، أستاذ في القانون الدستوري. إذن مرحبا سيدتي الكريمة، أهلا بك. إذن كنا نتحدث على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اكتسبت خبرة ميدانية وعملية في تنظيم العملية الانتخابية الرئاسية، خاصة أن إنشائها جاء أساسا لبناء الصرح الديمقراطي الانتخابي وفق المصداقية والشفافية، وهي سلطة منبثقة من الحوار الوطني وكذلك وليدة مطالب الحراك الوطني، لا يمكن أن ننسى ذلك. فما رأيكم في اقتراح دسترة هذه السلطة؟ نعم شكرا سيدتي الكريمة. في حقيقة الأمر مسألة دسترة السلطة المستقلة للانتخابات يعني هو في الأساس يعني مطلب شعبي، لأنه السلطة في حد ذاتها تدخل كجهاز رقابي، ورقابتها متمثلة في الرقابة الشعبية، بمعنى أن في السابق عندما كانت الإدارة تتولى مسألة تنظيم الانتخابات كانت هناك عدة مطالب وعدة اقتراحات من الشعب صاحب السيادة على أنه هو الذي يجب أن يشرف على من يمثله على مستوى هذه المجالس المنتخبة. يعني مناسبة الحراك الشعبي كانت مناسبة فعلية حقيقية نحو تغيير هذا النمط الديمقراطي، تغيير النمط التنظيمي الرقابي، لأن السلطة المستقلة للانتخابات يعني تجاوزت صلاحياتها من الرقابة إلى التنظيم نعم. فأصبحت هي المسؤول المباشر على تنظيم العملية الانتخابية برمتها يعني منذ بدايتها إلى غاية الإعلان يعني النتائج. فمسألة دسترتها يعني هذا مطلب يعني كما ذكرنا سيادي، ومطلب من شأنه أن يمتع هذه السلطة بصلاحيات أوسع نعم. وباختصاصات يعني تمكنها من الرقي بالمسار الديمقراطي في الجزائر نعم. نعم لذلك فمسألة مسودة المشروع التعديل الدستوري سنة 2020 تضمنت إشارة لهذه المسألة، وإن كنا يعني بسبب اقتراح يعني عدة نقاط في هذه المسألة، وهو يجب أن نمتع هذه السلطة يعني بصلاحيات أكبر، وعلى أساس أنها تضم يعني في هذا الجهاز يعني كفاءات عالية يعني لا يشق لها غبار، إلى جانب أنها قد استفادت من خبرة حقيقية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي صادفت 12 ديسمبر. يعني كل هذه الاعتبارات يعني تفرض علينا أن نمتع ونعترف لهذه السلطة المستقلة بالانتخابات بحقوق وامتيازات أعلى على ما كانت عليه في السابق. هذا من جانب. من جانب آخر وهو أن دسترت هذه السلطة وجعلها ضمن الباب المخصص للأجهزة الرقابية الرقابية إلى جانب التنظيم، يعني هذا أمر مهم ويدفع عليها الاستقلالية المطلوبة، لأن دائما الشعب صاحب السيادة يرى في هذه السلطة أنها كلما
كانت تعمل باستقلالية، كلما كانت تعمل باختصاصات وصلاحيات أقدر وأوسع، كلما كانت هناك انتخابات نزيهة، كلما كانت هناك انتخابات شفافة. والنتيجة وهو أن إيصال من يمثل حقيقة الشعب صاحب السيادة لهذا المجلس منتخب. نعم شكرا. إذن تبقى معنا الدكتور مجدوب قراري لإثراء هذا النقاش. إذن أعود إلى أستاذ علا والعيب، قلت أننا سوف نتناول الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور والذي تقرر تنظيمه يوم الفاتح نوفمبر القادم، وطبعا يتحدد ذلك عبر الدستور الحالي وكذلك القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. مليح أن المشاهد يفهم هذه التفاصيل لأنه معني مباشرة منها، خاصة من ناحية القانونية ومن ناحية المراحل أيضا، مش يعرف ما هي المراحل التي تؤدي بنا إلى الاستفتاء الشعبي. ننطلق من المنطلق أي المادة 8 من الدستور التي تنص على أن السلطة التأسيسية هي ملك للشعب الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية أو بواسطة أيضا الاستفتاء أيضا. وتخول هذه المادة لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. هل يمكن تفسير هذه المادة؟ لو سمحت قبل ذلك في هجالة حول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي دورها أساسي، وسيد رئيس الجمهورية استقبل رئيسها منذ يومين وعبر على استعداد اللجنة للقيام بهذه المهمة المقدسة. ثانيا نقول بأن لهذه السلطة صلاحيات واسعة، يعني قبل وأثناء وبعد عملية الاستفتاء وعملية الانتخابات، يعني كل العملية من بداية الآخر. الآن وش ننتظر؟ أولا القوائم الانتخابية، يعني تطهير القوائم الانتخابية من الذين انتقلوا، من الذين توفوا، من التسجيل المزدوج، وهذه هي المطالب الشعبية. يعني وهذه كيف تتم؟ تتم عن طريق بعد استدعاء الهيئة الناخبة كما سنرى طبقا لقانون العضوي للانتخابات، أن هناك يعني تكون فيه مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ربما تدوم 15 يوما، لأن فيه المراجعة العادية كل شهر أكتوبر من كل سنة، وفيه المراجعة الاستثنائية بعد قبل قيام بأي استحقاق. هذا يعني قبل أنها تشوف القوائم الانتخابية تطهرها تعد، وبالإضافة إلى ذلك أنها لها سلطات واسعة أثناء الاستفتاء وأثناء العملية الانتخابية نفسها، بحيث أن يمكن أنها يعني تثير انتباه والنائب العام في أي ولاية من ولايات الوطن حول أي خرق من الخروقات. هذه هي يعني الرقابة اللي تمارسها. تمارسها وعندها صلاحيات، لأن عندها سلطات. يعني الممثل الولائي حتى إنها هيئة، هي سلطة. نعم سلطة هي هيئة سلطة، وبالتالي وعندها كذلك بعد في بعد العملية في الفرز، وإذا كانت هناك تجاوزات وما شابه ذلك. نرجع إلى المادة 8 اللي ننطلق منها في التأطير القانوني لمراحل استفتاء الشعب. السيادة الشعبية هذه ملك، هي مجسدة رئيس الجمهورية نفسه عندما قطع مع الممارسات السابقة، عندما تمت ثلاث تعديلات 2002 2008 2016 عن طريق البرلمان المجتمعي بغرفتيه اثنتين، رئيس الجمهورية اختار طريق آخر وهو طريق السيادة الشعبية، بمعنى أن الشعب هو الذي يفصل. في الشعب هو الذي يفصل على مرحلتين. المرحلة الأولى أن من المنتظر أن المشروع يمرر على مجلس الوزراء ربما في الاجتماع القادم يوم الأحد القادم، لأن احنا مرتبطين بالوقت الآن، عندنا جدول زمني لا بد أن نراعيه. ما دام أن السيد رئيس الجمهورية قال باللي في فاتح نوفمبر، إذا لازم روحنا 45 يوم قبل تاريخ الاقتراع. وبالتالي نرجع إلى المراحل هذه بالتدقيق فيه، لكن هنا حبيت نركز على هذه المادة وتفسيرها. يعني ماذا يعني السلطة التأسيسية ملك للشعب؟ ملك للشعب يمارسها كيف؟ يمارسها بصفة مباشرة في الاستفتاء أو بصفة غير مباشرة عن طريق منتخبيه، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، في المجالس المحلية البلدية والولائية لأنه هو اللي انتخبهم، وكذلك يمارسوا عن طريق ممثليه في البرلمان لأنه هو الذي انتخبهم، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. إذن هذه هي السيادة الشعبية نفسها، يعني إما أنها تمارس بطريقة مباشرة في صورة الاستفتاء، ورئيس الجمهورية اختار الاستفتاء كمنهج
كمنهج جديد لرد الاعتبار للشعب، لأن الشعب هو مالك السيادة، وبالتالي يمارس هذه مناسبة طيبة جدا. لأنه مسار وخيار تعديل الدستور نابع من تطلعات الشعب، نعم، ومن الحراك الشعبي، يعني وحتى تكون له شرعية. تصوري، نعم، تصوري شرعية أكثر، لأن أنا أقول لك يعني التعديلات السابقة يعني أهمل فيها الشعب. علاش؟ نعم. على الرغم من أن أكيد أنهم لو راحوا للشعب كان يوافق، لكن كان احتقار للشعب، خاصة تعديل 2008 الذي مس بالتوازنات الكبرى والأساسية، وعلى رأسها أنه مس بالسلطة التنفيذية التي كانت برأسين فأصبحت برأس واحد، وبالتالي هذا خلق نوع من الاحتكار والانفراد بالسلطة، وكذلك مس بتوازنات أخرى بين السلطات، وبالتالي هذا الآن استفدنا دروس، لأن الحراك هذه الأمور لا ننسى الحراك أبدا، لأنها جاءت بفضل هذا الحراك المبارك تاع 22 فبراير 2019، فبفضله تمت محاربة العصابة، وبفضله يعني رجع هيبة الدولة، رجعت هيبة الدولة، وكذلك هيبة الدولة في استرجاع الثقة، لأن هذا الاستفتاء مرحلة مهمة جدا في استرجاع الثقة بين الحكام والمحكومين، لأن هذه على مستوى الشعب العادي، وعلى مستوى الوثيقة الدستورية نفسها عندما ترى الأحزاب السياسية والأكاديميين والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بأنها ممثلة في هذه الوثيقة، فهذا معناه هذا كذلك اعتزاز بأنها شاركت بالفعل، وأخذ رأيها إذا كان رأيا صائبا فأخذ بعين الاعتبار، ومن هنا نجسد المادة 8 من الدستور تم تجسيدها فعلا في هذه المرحلة. الأستاذ أحمد تخينيسة، إذن دائما في نفس السياق والإطار القانوني، وحسب المادة 91 يطلع رئيس الجمهورية بأن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، خاصة تعديل الدستور يعني مشروع محوري وحجر أساس بناء الجزائر الجديدة. نعم، لأنه السلطة التأسيسية الأصلية الأوريجينال يعني بوفوار كونستيتيون أوريجينال، هذا هو نعود للشعب، وهذا اختيار، وكان لنا سلطة تأسيسية ديريفي يعني مشتقة، والتي كانت اختيار في ثلاث مرات السابقة 2002 2008 و2016. هذه المرة باش نأكد مع زميلي ونعاودوا الأشياء المؤكدة، هو العودة إلى قوة. لماذا؟ لأننا بصدد مرحلة نوعية جديدة باش تكون قطيعة مع الممارسات السابقه، لانه التعديلات كانت شرعيه من الناحيه القانونيه، ولكن كانت تنقصها مشروعيه شعبيه، والان اصبح الجميع يقول لو مرت على الشعب كان يكون على الاقل نقاش، يكون حساسيه، لانه كثير من الاشياء لم تتقبل سواء في تنظيم السلطه او في تغيير المبادئ الدوله. بالتالي مهما يكون العوده في مساله اساسيه، لانه لو كان تعديل دستوري بسيط كان يمكن المرور على البرلمان، ممكن، ولكن الآن الرئيس قال عميق. بالتالي شيء منطقي يكون الاختيار. نعم. رئيس الجمهورية بالنسبة للاستفتاء الدستوري يعني عنده وضعية خاصة ومكانة أعلى. رئيس الجمهورية يستشير الشعب في أي مسألة يراها. نعم. مش فقط يعني فقط الدستور. نعم. الدستور عنده أحكام خاصة بالتعديل في المادة 205 وحتى 211، مجموعة الأحكام في الباب الأخير اللي فيه تعديل دستوري. بالنسبة للجوء للاستفتاء يعني أي مسألة يراها مبادرة بالتعديل، المبادرة بالتعديل يعني كاين حالتين يعني، نعم، برلمان رئيس الجمهورية ممكن حتى ثلاث أرباع البرلمان اقتراح يوافق عليه الرئيس ويمر، وهذا هو الأساس الأصلي، العودة إلى الأصل هو الشعب والسيادة الشعبية. لماذا؟ لأنه المرحلة النوعية المباشرة، لأننا في المرحلة النوعية لو كان تعديل بسيط أو طفيف ما يمسش ويمر فقط على الدستور ويراقب أنه لا يمس بالحقوق ولا يمس بتوازن السلطات فيمكن المرور. الآن بما أنه التقييم، وهذا الحقيقة هذه قضية الرئيس، هذه السلطة التقديرية قدر أننا بصدد قطيعة يعني مع الممارسة السابقة، في مراجعة عميقة للدستور، في توافق للمرور إلى مرحلة نوعية جديدة لابد القطيعة. الآن في الاستفتاء الرئيس يقدر يلجأ للاستفتاء في قضايا أخرى كثيرة، نعم، التي يراها مهمة، وهذه حدث في العالم، أنه في الجزائر نتاع المصالحة كان استفتاء، نعم، وكان قانون قوي لأنه استفتاء، بالتالي يمكن
لم يحدث كثير من الاستفتاءات من غير الدستور، ولكن المثال القوي اللي كان موجود عندنا المصالحة تاع يعني يمكن أن يكون يعني يمكن. بالتالي لماذا كلما رأى الرئيس، لماذا؟ لأنه هذه وسيلة تسمح للرئيس بما أنه هو يمثل الأمة، ما نساوش هو يمثل الدولة، جس الدولة، إلانكارناسيون. رئيس الجمهورية مش كما الفكرة السائدة سلطة تنفيذية، رئيس الجمهورية أكثر من سلطة تنفيذية، سلطة الدولة، والضامن لوحدة الأمة والضامن للدستور، هو الحامي الدستور وهو اللي يجسد الأمة، لأنه السيادة انتقلت له ويمارسها في إطار الدولة، مش مارسها هكذا في وضعية موضوعية. الرئيس هذه إمكانية موضوع، لماذا باش نتجاوزوا أي أزمة سياسية؟ باش نخلقوا توافقات. الآن قبل الاستفتاء احنا نخلقوا في التوافقات، يعني وفقنا بين التوافقات والاستفتاء، لأنه في بعض الأحيان كثير من اللي كومبرومي هذه لا لا, 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 لا هذه فكرة التوافق قد تكون ضد بعض الأحيان الإرادة الشعبية. يعني بعض التوافقات اللي تكون بين النخب وبين العصب قد لا تكون جيدة، وبالتالي الاستفتاء دائما قوي. نتصل ونعود إلى دكتور مجدوب قراري من بشار الذي هو معنا عبر الهاتف. إذن في نفس السياق، وحتى نفسر للمشاهد دائما المراحل القانونية التي يعني يمر عليها الاستفتاء الشعبي الذي سيكون بتاريخ أول نوفمبر القادم، نعود إلى المادة 208 التي تنص على أنه بعد أن يصوت على هذا يعني مشروع تعديل الدستور، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال 50 اليوم الموالية لإقراره. يرسل رئيس الجمهورية. نعم دكتور مجدوب قراري. نعم. في حقيقة الأمر مسألة الاستفتاء الشعبي يعني ثابت دستوريا، وهو عندما يلجأ للشعب بمناسبة استفتاء دستوري فهناك مزيتين أو إيجابيتين ثابتتين. المزية الأولى وهو أنها الرجوع لصاحب الاختصاص الأصيل وهو صاحب السيادة الشعب في التعبير عن إرادته بصفة مباشرة. والأمر المهم الثاني والذي نثمنه حقيقة وهو فعليا عملية انتقال ديمقراطي نوعي، وهو أنه سنضمن الثبات والديمومة والاستمرارية لهذا الدستور. لأن دائما الدساتير عندما تكون في إطار المسابقة الشعبية المباشرة فهذا يعني أننا لا نتوقع أن يتم إدخال عليها فيما بعد تعديلات دستورية ظرفية أو جزئية، لأنها من صميم الشعب. يعني وهذه نقطة مهمة يعني نثمنها، يعني حقيقة مثل ما ذكر السادة الأساتذة الأفاضل، وهو أن التعديلات الدستورية التي سبقت ما يمكن القول عليها، وهو أن في إطار مبدأ المشروعية يعني بمعناه الضيق في إطار أحكام أو مواد الدستور أنها تم احترامها، لكن هذه التعديلات الدستورية كان يعوزها وينقصها للأسف مسألة الشرعية. يعني الشرعية الدستورية، هذه الشرعية من الذي يضفيها؟ وهو الشعب. الأمر هذا الذي تم تصحيحه يعني حقيقة وتم إعادة هذا المسار وهو إرجاع يعني هذا التعديل الدستوري للشعب الاستفتاء بنعم أو لا، فهذا من شأنه ماذا؟ أن يضفي كما ذكرنا ديمومة واستمرارية لهذا التعديل الدستوري. وفي حقيقة الأمر يعني هذا المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري سنة 2020 حمل في طياته الكثير يعني من المقترحات، اعترف بكثير من الحقوق والحريات الأساسية. كانت هناك ممكن ونبقى في انتظار الوثيقة النهائية اللي توضح يعني هذه التعديلات بشكل مفصل ودقيق. نعم. بمعنى يعني هذه المسودة في حقيقة الأمر يعني طرحت لنقاش موسع وهي يعني سابقة يعني في تاريخ الجزائر، يعني حتى المواطن الجزائري يعني بالنظر لكثرة النقاش ولكثرة إبداء الآراء وتقديم الاقتراحات نوعا ما تشكلت لديه صورة ثقافة دستورية يعني مقربة عن هذه المسودة. الأمر الذي إن شاء الله يوم الفاتح نوفمبر سيمكنه يعني من التعبير عن إرادته بكل أريحية وبكل قناعة إن شاء الله. نعم. إذن عندك ربما إضافة بالنسبة لهذه النقطة أستاذ علاوي العايد؟ لا، في الإضافة اللي راهي موجودة قلنا أن أجال درك مدام السيد رئيس الجمهورية فصل فاتح نوفمبر، إذن إحنا البرلمان سينعقد ستفتح الدور يوم 2 سبتمبر 2 سبتمبر ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، ممكن 2 ممكن 3. وبالتالي مجلس الوزراء يعتمد
يصادق على المشروع، يرسل للشعب الوطني، يقوم من الشعب الوطني بدراسته كمشروع قانون. نعم. يعني عادي نصف الشريعة عادي. اللجنة القانونية، تقرير تمهيدي، تقرير تكميلي، المرور للتصويت، التصويت بأغلبية الثلثين لأنه مهم في قانون عضوي، في صورة قانون عضوي، مجلس الأمة لا ممشوز، يرسل إلى رئيس الجمهورية. الآن أنا من المنتظر أن الحكومة لها الحق في أن تطلب الاستعجال. نعم. في لدراسة هذا النص. يعني مشروع في دستور. إمكانية طلب نعم الاستعجال. فيه. نعم. النظام الداخلي والقانون العضوي الناظم للعلاقة بين الشعب الوطني ومجلس الأمة وبينه وبين الحكومة ينص على ذلك، والنظام الداخلي للغرفتين ينص على ذلك. الحكومة تقدر تطلب الاستعجال دراسة نص معين، خاصة أنه فيها يعني الموعد. نعم. مرتبطين بالموعد. نعم. من المنتظر أنه يتم الانتهاء حوالي من 13 إلى 15 سبتمبر، ويكون السيد عليه الناخبة يعني بين 15 16 17 سبتمبر. نعم. لأن باش نراعي ما نص عليه قانون الانتخابات 45 يوم قبل إجراء اليوم الاقتراع. نعم. بالإضافة إلى المراجعة الاستثنائية، لأن بعد السيد عليه الناخبة تكون فيه مراجعة استثنائية. نعم. دوم ربما 15 يوم بين 10 أيام. نعم. يعني حسب المدة، وهذه اللي يكون فيها كما قال سي أحمد مقبيلة. نعم. تكون فيها تصفية للقوائم، طهير ترقيتها إلى آخره، وهذا من طرف السلطة الوطنية للمستقلة. نعم. للانتخابات. أستاذ أحمد الخنيسة، يعني باش نوضحه فقط بالنسبة لاستدعاء الهيئة الناخبة، يعني مليح أيضا نرجع إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. نعم، هو اللي يتعلق بالاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الشعبي. إذا يتم استدعاء الهيئة الناخبة حسب المادة 149 أظن بموجب مرسوم رئاسي. نعم، قبل 45 يوما من تاريخ الاستفتاء، أي في حدود منتصف شهر سبتمبر المقبل تقريبا. لأن الرزنامة الجدول بالتفصيل يعني زميلي أعطاه فكرة، يعني لا شكل سيضبط، ولكن ظن كافي. وزميلي قال ممكن طلب الاستعجال في الدراسة. نعم، هو ممكن. نعم، هذه إمكانية. ثم يعني لكم استعجل، المجلس الشعبي الوطني عنده الحق شهرين في الحالة العادية. يعني عنده الحق، عنده مدة أقصى مدة شهرين في قانون عضوي، وعنده ولكن إذا كان الموعد ما كانش محدد. لكن ولكن اليوم احنا هذا قانون خاص، هذا دستور، مش حاجة عادية. وبالتالي من المنتظر الحكومة تطلب الاستعجال في دراسته. نعم. ربما 5 أيام أو 6 أيام حتى يستوفي المدة اللازمة. نعم، حتى نكون خلصنا قبل 15 سبتمبر. نعم. ولا شك يكون، لانه يكون توافق، لانه هذا في الامر في الاخير هذا امر سياسي. نعم. يعني هناك يكون توافق سياسي وقانوني، وقانوني طبعا، لانه سياسي مؤثر قانونيا جانب سياسي ايضا طبعا. يعني التوافق نظن، لا اشك ان هناك معارضه يعني في الصميم لاي شيء يعني من مجلسين. لا شك انها، لانه في الحقيقه رئيس كل الجزائريين، ولا شك انه حتى من مضمون يعني اللي في مسوده الدستور حاليا، يعني ما هيش الوثيقه النهائيه، لكن فيه حريات، حقوق، وفيه يعني مبادئ اللي هي العداله والمساواه. اظن انه خاصه بعد اسرائيل، خاصه بعد اسرائيل. بالفعل فيها يعني زياده 23 حق مهم جدا، هذا في باب الحريات الفرديه طبعا. يعني دستور يعني المسوده كما رايناها، طبعا بعض الانتقادات التقنية وبعض التفاصيل، لأنه كان سرعة، لكن في جوهر هذا، ولكن في الجوهر لما نتكلموا على الجوهر، كان دستور كثيف جدا، في دسترة ضخمة لجميع كثير من التفاصيل. بالتالي هذا النوع من الإجماع، لأنه عادة الإجماع يتم بين قوى سياسية. نعم. الآن ارتفع الإجماع على مستوى الدستور، وهذا في الحقيقة بالنسبة للشعب يوفر لنا كثير من النقاشات، لأنه في الحقيقة ما ننساوش أنه الاستحقاقات اللي تواجه الجزائر ضخمة دوليا، ليس ما عندناش وقت، اقتصاديا ما عندناش الوقت، ليس لنا الوقت. بالتالي هذا الإطار الدستوري اللي راح يفتح ورشات ضخمة، وبالتالي هو إطار لعمل الدولة ككل. بالتالي لماذا؟ لأن الدساتير تطورت في مفهومها، ليس الدستور تاع تنظيم سلطة، الآن أصبحنا دساتير مجتمع. بالتالي الجميع بما قدمه يجد له أساسا لعمله. حتى الحق في الحياة اللي هو يعني لماذا؟ لأن البعض فهم الحق الحياة هي الحياة بالمعنى. لماذا هذه جاءت ردا على قضية الإرهاب؟ لما كان يجهض كلمة حق في الحياة أصبح يفتو تقتل الناس، هذا بفتوى، هذا الحق في الحياة. لأن البعض قال كيفاش نقدم حق في حقوق الناس؟ نعم، لأن البعض الحق في الحياة وفي النقاشات
إيه الحق في الحياة. في الحياة. يعني تقرب 60 لاباليساد كأننا نأكد على شيء مؤكد. ولكن هذا. ولكن وهذا لماذا؟ وعالمي. ما ننساش أننا عشنا مرحلة الإرهاب، مرحلة التكفير. بالتالي هذا دسترتو شيء كبير لأنه بعض في النقاشات ما فهمش. سي أحمد غير قابل للإنقاص منه. يعني طبعاً الحق في الحياة غير قابل للإنقاص في جميع الظروف وفي جميع الحالات. نعم، يعني هذا الحق وحقوق كثيرة أخرى يعني لما تم دسترتها بهذه القوة بما تعطي قوة كبيرة للمجتمع. نعم. للمشرع، للرئيس، للمشرع، للمواطن، لأنه الآن الدستور كيفاش يصبح دستور بالتجديد؟ هنا إرادة سياسة تاع الرئيس، سلطة تشريعية ما يهمناش الآن أو من بعد، ثم المواطن نفسه، القاضي، القاضي الدستوري، القاضي العادي، القاضي الإداري، كله برنامج دستور الآن سيصبح دستوري يمشي على الأرض وليس يمشي على رجليه وليس على رأسه. تطبيق كل ما فيه. لماذا؟ لأنه لماذا أنه يطبق سيدتي؟ لأنه لو أنا يعني مسيت في حق فأنا أستطيع أني أذهب إلى القضاء، وفي القضاء لو أنه هذا الحق يعني تم إنقاصه من قانون يمكن أن نطعن بعدم دستورية، بالتالي أصبحت أنا كمواطن أستطيع أن نمارس دستور قانونيا كما نرفع دعوة. أصبحت تقريبا نفس الشيء، هناك دعوة دستورية، بالتالي الدستور من سيطبقه؟ من له فائدة؟ من له فائدة؟ المواطن. مواطن لأنه قبل يوم الدستور لماذا مجهضة ولماذا نسبية ولماذا ما؟ لأنه كانت قضية سلطة استئن وجود كوفار، عدم إلزامية تطبيقها يعني. لم يعد أن وجود كوفار استئن وجود سوسيتي الرهانات. ربما السؤال يعني المحدد بالنسبة لي سيد علي هي أن خيبة نرجع لهذه النقطة رح يكون 15 سبتمبر أو يعني في الجوية هذيك 16 15 16 في الجوية هذيك. لأنك هل هو محدد يعني لازم لأن احنا قلنا المادة يعني المفروض 15 16 أي تاريخ؟ لا لا درك احنا سادي با لا 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 المواد المواد في الشهر فيه 30 يعني تقريبا، والمواد اكتوبر فيه 31. نعم. وبالتالي نحسبوا هذا ما يتحسبوا بين 30 و 31 والبرمي نوفمبر. هنا يعني عملية حسابية بسيطة ممكن يكون في هذه الايامات هذو. طبعا الجهات المسؤوله ستضبطها ستضبطها يعني بعد التشهر يشاروا لي انه يوم 16 سبتمبر اي خلاص ما علي انا درنا تكهنا مليح. شوف يعني برك فيما يخص التطبيق لان انت تكلمتي على التطبيق هذا شيء مهم. علاش كاين درك هذا الدستور يختلف يعني وانا نشوف بلي يختلف لان شوف سي احمد على باله بها سي احمد كاين مواد في دستور التعديل 1996 ما طبقتش لحد الان موجوده. يقول لك واش يقول لك؟ يقول لك ستطبق بموجب قانون عضوي، والقانون العضوي عمره ما صدر لحد الان. وما كنا نهضروا على الامثله موجوده كثيره. اذا هذه نوع من الالغام الموجوده في داخل الدستور. هذه جهه، من جهه اخرى انه ما مرش على الشعب. يعني مر على البرلمان وكاين ناس بزاف يطعنوا يقول لك هذا ما يعني تقريبا كان فيه يعني ما فيش شرعيه والحرام بزاف في الانتخابات التشريعيه يعطيك شرعيه شعبيه. وبالتالي هذه المره لما الشعب يستفتي بنفسه ويصوت عليه لان راح تكون الصيغه بنعم او لا. يعني يكون ورقتين بلونين مختلفين يعني هل توافقون على كذا وكذا وبالتالي الشعب يكون تفضل. نعود إلى بن بشار إذن ينتظرنا دكتور مجدود قراري عبر الهاتف. إذن ربما سؤال أخير باش يعني تشارك معنا في النقاش خاصة بالنسبة لهذه المراحل الدستورية والقانونية بالنسبة لتحضير الاستفتاء الشعبي حتى نشرح أيضا ونتعرف على كيفية أداء العملية الانتخابية في حد ذاتها أي الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور والتي تحدد أيضا وفق المادة 150 من القانون العضوي. إذن كما ذكرت الأستاذ العيب توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعة على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة نعم والأخرى لا. هل يمكن شرح هذه النقطة؟ نعم، هو الاستفتاء الدستوري يعني الصيغة المعتمدة
كآلية، وهو أنه نعرض يعني المقترح التعديل الدستوري على الشعب كما ذكرنا، يعني كانت عنده فرصة يعني وافية وكافية في معرفة جميع تراتيب هذه المسودة. يوم الاستفتاء الدستوري تكون هناك ورقتين، يعني ورقة مغايرتين من حيث اللون بنعم أو لا، بمعنى هل أنت يعني كصاحب سيادة مع يعني هذه المقترحات التي تضمنتها هذه المسودة. وصياغة السؤال تكون هل أنتم موافقون على نعم على هذا أم لا، بمعنى أن التصويت يكون بنعم أو لا، يعني وهذا ما يميز يعني هذه الآلية الدستورية الممثلة في الاستفتاء الدستوري. يعني هو يعني ليس كالعملية الانتخاب بمعنى أن هناك يعني مجموعة من قوائم وتختار إلى غير ذلك، لا، وهو الأمر محصور بنعم أو لا. لكن كما ذكرنا سابقا وهو أن عندما ثبت أن هذه المسودة كانت في اطلاع موسع الشعب، بما أن كان هناك وقت كافي، وحتى اغتيال فاتح نوفمبر لإجراء هذا الاستفتاء الدستوري يعني عنده دلالة تاريخية كما يعلم الجميع، يعني ودلالة دستورية يعني من حيث الشعب الذي هو صاحب السيادة يعني بالتعبير عن إرادته بنعم أو لا، بمعنى في كل آريخية يمارس سلطاته يعني بصفة مطلقة دون استثناء ودون قيد. نعم شكرا لك إذن دكتور مجدوب قراري من بشار، كنت معنا عبر الهاتف على كل هذه المعطيات. شكرا. القانون العضوي أيضا يحدد حتى الميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم. ماذا يعني ذلك؟ هل هناك ميزات معينة بالنسبة لأوراق التصويت؟ يعني ربما هو تفصيل لكن ما دامنا نعرف هذا طبعا يعني عادة في كل عمليات يجي قرار مراسيم، مجموعة مراسيم وقرارات وزارة تنظيمية. سابقا لما كانت وزارة الداخلية، الآن في المراسيم التنفيذية، وفي الأصل الآن ممكن يمر للسلطة الوطنية. كم سنتيم الكذا الحجم الحجم السلطة الوطنية هي تتكفل بكل هذه المطايا. سابقا كانت عن طريق السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية بقرار مجموعة، يعني من المفروض حاليا القرار والداخلية تنجز. لأن عندها الإمكانيات. خلينا لكن حاليا يعني هذه من مهام السلطة الوطنية المستقلة الانتخابية تنتقل. تنتقل وإن كان عملية تقنية، ولكن بما أننا إن رفعنا كل ما هو عملية انتخابية بالتالي يفترض يعني بالقياس أنه سيكون مهمة الحجم اللون كم من سنتيم كذا يعني نعم لا الظرف كيف هو تالي طبعا عملية انتخابية قبل يوم في الجزيرة كانت من ناحية تقنية منظمة جدا تنظيم القاعة والمكان والفرز، كانت كل شيء في الحقيقة دقيق، ولكن كان هناك انحراف ضخم رغم الدقة والتخصيص وهذه لأنه كان انحراف عام سيتان ديتو المود بوفوار، كنا في إطار تحريف مجتمع والسلطة والدستور، ولكن هذه الأشياء التقنية مهمة لأنها تسهل خاصة باب الشفافية. باب الشفافية لماذا هذه الأمور التقنية؟ كل ما أهمية التقنية التقنية لأنها تعطي شفافية، حتى بمعنى المواطن يكون في حالة نفسية مرتاحة. لماذا سيدتي؟ لأنه ما تكونش معقدة بالنسبة للمواطن، تكون سهلة. لماذا؟ لأنه تقنيا سيدتي قال الظرف هو كذا واللون كذا، بمعنى ما يقدرش يكون هناك تزوير حتى لو ما يقراش يعرف قال مثلا الحمراء لا الخضراء نعم. حتى لو ما يقراش ياخذها بعين الاعتبار، وخاصه يعني تقنيه التزوير او يمكن تكون متطوره، وان كان هذا يعني استفتاء عاده ماهوش هو ان شاء الله ماهوش في المستوى، ولكن المقاييس هذه التقنيه تبدو تقنيه، ولكن تؤدي للشفافيه ومنع تلاعب بالاوراق والاشياء، لانه يمكن جدا طبعا هذا خبار، وبالتالي هذه المواصفات عندها أهميتها وين تبدو أمر بسيط عادي جدا، لأنه يمكن تي تسوتي تقولي ولكن قالوا لنا الآخر أبيض وهذا أسود. لماذا هو أسود مثلا؟ قول المواطن كذلك لو سامحتي، هيك مدام سي أحمد ذكرنا بممكن تكون فيها تجاوزات، القانون كذلك تعرض لهذه دلالة تغطية، أنه لكل ناخب، لكل أنا المرة نهضر على الناخب ماشي المترشح ونائبه، لكل ناخب الحق في الطعن. يعني كل مواطن لا الناخب ناخب. الناخب اللي مسجل اللي مسجل مواطن، يعني الناخب المواطن، لأن كاين مواطن ما انتخبش ماهوش مسجل. الناخب المواطن الناخب المواطن الناخب المواطن يعني مش مترشح، هذا
الناخب هذا اذا راى تجاوزا فبامكانه ان يرفعه الى السلطه يعني في خلال 48 ساعه ويوقع على الطعن تاعو في المكتب الذي صوت فيه. فالمشرع خذا بعين الاعتبار حتى في الاستفتاء. نقول نهضروا على الاستفتاء والمجلس الدستوري اللي يعني يقدر يفصل في خلال ثلاث ايام في ثلاث ايام ويعلن هذا بعد الاعلان النتائج الاوليه 48 ساعه بعد اعلان النتائج الاوليه 10 ايام لا هذاك الاعلان الرسمي لان فيه مرحله 48 ساعه وكاين 72 ساعه وكاين 10 ايام. اذا احنا المجلس الدستوري منتظر انه يفصل بعد اعلان النتائج الاوليه اولا وتكون ما وهذه النتائج تكون يعني اولا الطعن بعد الفرز ب 48 ساعة ثم عنده 3 ايام المجلس الدستوري باش يرد عليها لأنها استفتاء وبعد ذلك يعلن النتائج النهائية في خلال 10 ايام بعد ما تقوم السلطة. استاذ يختلف الأمر هنا في الاستفتاء في الحال الاستفتاء كقانون ثم يصدر رئيس الجمهورية كقانون استفتائي ما يمرش على المجلس الدستوري. نعم. ما يمرش قلت لك في حال الطعون ما يمرش هو. ولكن غير خاضع ما يكونش خاضع للرقابة زميلي وسيدي العملية في الحقيقة القانون لما نروحوا لتنظيم الانتخابات قانون دقيق جدا 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 بحيث انه في جميع مراحل مثلا التسجيل الشطب عدم الشطب التسجيل وتقدر تطعن حتى في انك تلاحظ انه الشخص مسجل مرتين ولا غير مؤهل يمكن المواطن يمارس لماذا باش يكون هناك تعبير سليم مشاركه على الاراده ما يكونش تعبير سيء الاراده انه شخص تصوري شخص عنده 5 بطاقات ويحدث وشخص لا يملك بطاقه هناك يعني وإن انها قد تكون نوع من الاخطاء الاداريه او كانت موجوده ولهذا التطهير والتنظيم ضروري. والحق المواطن والإدارة أن تطعن في تفاصيل العملية دقيقة جدا. وملاحظة أخرى زميلة سيدتي أنه القانون لما يصدر الرئيس الجمهوري سيكون قانون استفتائي إلواء ريفيروندير بحيث لا تخضع لا لرؤية المجلس الدستوري ولا لرقابته فهي أقوى من يا نهضر قبل الإصدار نهضر قبل الإصدار عايب يعني ربما سؤال أيضا الشعب هو من يقرر وله الحرية التامة لقبول مسودة الدستور أو الوثيقة تعديل الدستور أو رفضها إذن ماذا عن حالتي القبول أو الرفض قانونيا هذه واضحة باختصار أنه مقدمش خلاص توت سويت المادة 208 من الدستور تقول أن الشعب إذا صوت إيجابا على الدستور الجديد فبها ونعمت ويصدره رئيس الجمهورية وإذا رفضه الشعب فيعدم وكأنه غير موجود إطلاقا ولا يمكن عرضه من جديد على البرلمان في نفس العهدة. هذا مش يقول الدستور يعني أنت. طبعا فيه ما لا يؤطره لا قانون ولا دستور وهو مشاركة المواطن في هذه العملية المهمة جدا أو هذا الاستفتاء الشعبي الذي يعكس قبل كل شيء روح المواطنة قيم حب الوطن وكذلك اللحمة الوطنية من أجل مستقبل أفضل. أظن أنه هذا هو الأهم. نعم نعتز يعني لما تجيك وثيقة تاع الدستور كما كيشارك فيها الشعب الشعب نفسه يحس بأنه مارسيته بصفة مباشرة وبالتالي هو يحمي الدستور ويطبق الدستور لأن يصبح الدستور ثقافة سياسية وقانونية عند المواطن الصالح الصالح خاصة أنه لما يتوجه إلى مكاتب الاقتراع من أجل المشاركة في هذا الاستفتاء الشعبي اللي هو مصيري بالنسبة له سواء بلا أم نعم معايير المواطنة ما هي؟ عندنا 3 معايير في المواطنة. المعيار الأول هو أن الشخص يشارك في الانتخابات ما في حتى كلام عنده حقه يمارسه. المعيار الثاني أنه يدفع الضرائب تاعو يدفعها. والمعيار الثالث يؤدي الخدمة الوطنية ما كانش حاجة أخرى باش تكون مواطن صالح في بلدك تقوم بهذه الثلاثة وعلى رأسها تمارس حقك في الانتخاب لأنك أنت جزء من هذا المجتمع وبالتالي كلمتك لازمها تروح لمكانها لازم تقول كلمتك ما تبقاش في البيت وتقول لا لازم أنت تروح تحس بروحك بأنك إنسان عندك قيمة لأن عندك بطاقة وتروح يوم الاستفتاء ويوم الاقتراع وتشارك بطريقة إيجابية سواء نعم أو لا ما يهمش لكن المهم تشارك إيجابيا يعني أكتيف ما تفضل. نعم يعني نعم هو ممارس المواطنه ولا شك تعلو عن اي دستور نعم وعلى اي خاصه ان في الجزائر مازال عندنا شعب وطني جدا. نعم
ولهذا تلقاه بعض الأحيان عنيف يعني، ويحب وإذا أحس بالصدق نظن هو يحس بالصدق يعني. لا شك أنه هنا المواطنة والوطنية في الجزائر مندمجتين، مازال رانا في واحد الدفق في مجتمعنا وفي شعبنا، شعب طيب وين في عنف وين وفي حب شديد يخيف، لأنه لازم تكون في المستوى هذا الحسن الظن، لأنه المجتمع لا شك الشعب الجزائري محب لوطنه، المواطنة والوطنية في الجزائر مندمجين، لازم نستغلوا هذه في الفرصة التاريخية كشعب وكسلطة، نستغلوا هذه فرصة أننا نديروا انطلاقة جديدة قائمة على كثير من المصداقية، خاصة المصداقية، خاصة المصداقية ما هي موجودة، نزيدوا بها مع التعديل هذا والمصادقة عليه، يكون يكون زخم ويكون هذا العنف هو اللي دائما يظهر الشعب الجزائري، والحب لا شك ما كاينش في حب الشعب الجزائري ما فيش، احنا لازم يعني الشعب والنخب وكذا قال لابد ان نؤدي واجبنا من اجل الجزائر، لانه ما هذه هي ليس لنا الخيار في امرنا، ليس لنا خيار غير الجزائر، يجب اننا نذهب بقوه وبحماس وبصدق إن شاء الله. إذن شكرا لكم على كل هذه الإضافات والمعطيات بروفيسور علاوة العايب أستاذ القانون العام، شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا لك أيضا الأستاذ أحمد تخينيسة أستاذ القانون العام على كل هذه المعطيات. شكرا على التواصل. شكرا لكم. إذن نشكر أيضا إذن طه بليدي، وعودة ميمونة وموفقة لمشرف الحصة الأزهر ميراتلا، وكذلك مخرجة الحصة صبيحة حسناوي. أشكركم سيدتي وسادتي على حسن المتابعة. إلى اللقاء.